السلام عليكم. من بعد ما عرفنا في الفيديو اللي فات شنو هي انواع العلف وانواع الاحتياجات ديال البقره الحليب، اجيو دابا نتعرفوا بالتفصيل على كيفاش نتعاملوا مع العلف على حساب هذه الاحتياجات في كل مرحله من عمر البقره باش تكون عندنا بقره صحيحه وحليب رفيع وبكميه كبيره. بالنسبه لاحتياجات النمو، يعني العلف اللي غادي يخلي العجله تكبر وتولي ضروبه واجده للضربه الاولى، خاص ضروري ما ترضع العجله من اللبا مباشره في الساعتين الاولى من بعد الولاده، لان اللبا هو اللي كيعطيها المناعه والحمايه من الامراض من الاول. من بعد كيولي حليب الام هو اللي كنعتمدوا عليها في الماكله، حيت فيه كاع الطاقه والبروتين اللي كتحتاجو البقره باش تكبر وتصحاح. ملي نبغيو نفطموا العجله عاده في الشهر الثالث، نقللوا الحليب بشويه بشويه ونبداو نزيدوا ونوعوا من العلف باش نحفزوا الشهيه ديال العجله ويسهل عليها تهضم وتطور معدتها. نهار تولي العجله كتاكل من كيلو ونص حتى لجوج كيلو من العلف في النهار ويوصل الوزن ديالها ل 80 كيلو تقريبا، ممكن ديك الساعه نفطموها. زياده الوزن المثالي بالنسبه للبقره هو بين 700 حتى 800 غرام يوميا، والماكلة خاصها تكون متوازنة وكتعتمد على البروتين والطاقة والماء النقي والكافي باش تحرك وتكبر وتكون في صحة مزيانة. في الفترة ديال الحمل وكثرة الشي في الشهر الثامن والتاسع، كتزاد حاجة البقرة للطاقة والبروتينات باش أولا تقوت الجنين اللي في كرشها، وثانيا باش تخزن حاجتها من العلف لوقت الحليب. في الفترة اللي كتبع الولادة البقرة كتكون محتاجة للعلف في الوقت اللي كتنقص فيه الشهية ديالها الماكلة، لذلك باش نضمنوا أقصى إنتاج الحليب خاص نوفروا لها علف متوازن ومنتظم. أربع وجبات في النهار، ما تقلش كل وحدة على 4 كيلو على حساب هذا الترتيب: العلف الخشن قبل الحبوب والحبوب قبل البروتين. ونخليوا الوقت للبقرة بين الوجبات ونستعملوا بيكربونات الصوديوم باش تعاون في الهضم. وهنا لازم ما نعرفوا باللي 9 على 10 من الحليب كلها ماء، وباش تنتج البقرة إطر واحد من الحليب كتحتاج 5 إطر من الماء. في الشهور التاليين من الانتاج واللي كينقص فيه انتاج الحليب وكتزيد فيه شهيه البقره، خاصنا نردوا البال مزيان للوزن ديالها باش نعوضوا ليها اي نقص في العلف، وفي نفس الوقت ما يتزادش اكثر من اللازم. احتياجات البقره من العلف في كل مرحله كتختلف، داكشي علاش خاص نتهلاو ونردوا البال مزيان للوزن ديال البقره ونتبعوا النصائح ونسولوا المختصين باش نضمنوا للبقره صحه مزيانه وانتاج رفيع وكثير من الحليب. دوزوا بخير.